كان في بعض الاصوات القبيحه في الحقيقه اللي برضو من ضمن الافرازات بتاعت 2011 وايام كده ربنا لا يعيدها يعني، كانت تقول لك ايه، وانا اشكر ليه راجل الشرطه ولا راجل الجيش، ما هو بيعمل شغل. ايوه دي طبيعه شغله، دي طبيعه شغله، ما هو شغله كده. لما كنت تسمعي جمله زي دي كنت بيبقى احساسك ايه، وبتبقي نفسك تردي تقولي ايه؟ انا شخصيا يعني كنت واحده من الناس لما بشوف يعني برنامج بيتقال في كده ببقى انا عايزه اكسر. انا لو انا لو ام عاديه يعني هقول لها انا ما دخلتش ابني علشان يكون طبيعه شغله ان هو يتقتل او يتضرب بالرصاص والقنبله والرصاص ينقط بس دم على الرئه زي ما الدكتور قال لي، وتاني مره الرئه بتاعته تنفجر. طبيعه شغله، طبيعه شغله انت بتقعدي على مكتب وممكن يكون انت قاعده على النت لكن ده طبيعه شغله ان ما فيهوش اعصاب، ويوم واثنين وثلاثه بيصروا على انه يوم اجازته، يوم اجازتك انت بتاخديها، انما هو يوم اجازته ممكن يستدعوه. طبيعه شغله انك انت في كل المناسبات وكل الاعياد الاطفال بيبقوا محرومين من اهاليهم، انت جوزك او انت موجوده، ما لا دي مش طبيعه شغله، ده عمود من اعمدة قيام البلد. طبعا. جيش، شرطه، شعب، قضاء. طبعا. غصب عنك وعن مين وعن اي حد بيتكلم نفس الكلمه. طبعا. دي لا ده مش طبيعه شغل الضابط انك انت تكوني نايمه في بيتك وقاعده على النت. ها وتقولي ده طبيعه شغله، طبيعه شغله انت ما حدش لبسك خوذه 20 ولا 15 كيلو وبدله 35 كيلو ولا اكتر، مش طبيعه شغله. طبيعه شغله اتكلمي صح. صحيح. قولي ان هو حميكي. طبعا. قولي ان انت نايمه في بيتك وقاعده على النت انت وهو. طبعا. قولي ان انت حاطه ابنك في حضنك وانا وامه قاعده وزوجته.